عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم ناس كل فيما كنتوا تفرجوا فينا وين ما كنتوا تتابعوا في قناة التاسعة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الويكاند، كما كل سبت وحد بطبيعة من خلال البرنامج هذا يقدموا لكم برشا أكتواليتي كولتوريل وارتستيك، زادة كيف كيف نحلوا نافذة على عالم الموضة، عالم الجمال والاستيتيك وطب التجميل وغيرها من المواضيع اللي تهم المرأة التونسية وتهم التونسي بصفة عامة. وبالطبيعة تكون الكوجينة حاضرة معنا مع مجموعة من لي روسيت اللي كل مرة نحاولوا باش نقدموا لكم جديد فيها. هذا كل شوفوه في السومير هذا ومن بعد نبداو مع بعضنا. حبينا نجيبوا دون كيشوت لينا نحن يقربنا ونسقطوه على الواقع الموجود. قولي علاش غالي اليوم الفريد؟ بالحق ولات المنافسه كبيره برشا، كانت الاحصائيات تدل انه 85 ولا 95% من ضعاف الحال والعائله المتوسطه هما اللي يشريوا. بين 25 و 30 سنه اللي احنا كي نطبقوا الكريم نتاعنا نطبقوهم على الرقبه وعلى الديكولتي، هذه الاولى. كيما اللازانيا سي لو ميم برانسيب، اما باش نعملها في ليمون نتاع المفيز. داكوغ، معناها كل واحد يشوف كعبه. يعطيك الصحه، وسي اون ابروش للصغار. سوبر. قدمة اللي من الطنجرة تدخلها أبن قدمة ذيك هذيك خاصة تبدا مقرونة بالساز. هي من الزيت ما تبتش والحم يبدا تحط قدمة بتاع بيبة وتنقع يسموها التنقيع. إذا شنو يستنى فيكم دونك اليوم في حلقتنا نتاع الويكاند على قناة التاسعة، وأنا جيت بحذا شيفنا شيف مروان اليونسي. مرحبا شيف. مرحبا عفيف. سافا 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 سوبر لاباس الحمد لله. احكي لي ساعة سايتي الكونكور كيفاش تعدى؟ سيتي مانيفيك سيتي مانيفيك. كان نيفو ياسر طيارة في تونس فريمون نوزون سوربري. لو كانديدا اللي ربح لي هو تو باش يمثل تونس في الكوب افريقيا اسمه شكري الرحال. نقولوا له الف مبروك شكري ان شاء الله بالنجاح وربي يوفقه. يتخديك في السعوديه دونك لا في لو ديبلاسمون. فما برشا اللي جاوا من فرنسا واللي جاوا جاوا بالذمه للكونكور. صحيت يعطيك الصحه وفريمون شابو للي عملوه الكل. توا ربي معنا باش يبداو يحضروا للكوب دافريك. ربي معكم ان شاء الله. باه اليوم احنا شنو الغسيت نتاعنا؟ قاعده نشوف في لازانيا ورده، قاعده نشوف في سمارت شيف دي لي فلان. وي وشنو اخر ولوفور جبت لنا؟ وفما السكر اللي اليوم باش نستعملوا باش نذوقوا لك اللي هو سكر بالزهر. سكر بالزهر هذايا فيوح يعني مرة أخرى. ديما أون أتوندون سكر فانيليا سكر فانيليا دونك سيت فوا أون فا شونجي باش نعملوا هذايا السكر اللي بالزهر باش نستعملوه في الريسيت نتاعنا. أوكي دونك نبدا نفسر لكم الريسيت اليوم. بالنسبة للبلا برانسيبال باش نعمل كيما اللازانيا سي لو ميم برانسيب، أما باش نعملها في ليمون نتاع المفيز. داكوغ معناها كل واحد يشوف كعبة. يعطيك الصحة وسي أون أبروش للصغار. سوبر. ديما كون تو شونج لا فورم فيغ لا باتيسري سا باس ميو مع الصغار. تعجبهم زينه. يعطيك الصحه باش يكون فيها البولي جامبون فروماج باش يكون فيها الكوته وبيان سور بوم دو تير زاده لازم نحاول نحط لهم دي ليجوم للصغار وكل شيء. داكوغ. باش نحط لهم بوم دو تير اونيون معدنوس. وبالنسبه للديسير باش ناخذوا الفلون كراميل باش نعملوا فيه باش نخلطوا فيه اوليو باش نعملوا فلون بازيك نورمال بازيك باش نخلطوا فيه الرومان. اللي هو الرومان زاد باش نفوحوه بالسكر نتاع السكر نتاع الزهر. ومن بعد من فوق باش نعملوا ان توبينغ بالكريمه. الكاكي جبت لنا الكريمه اليوم. فوالا. هذايا بالله زيد نحكيوا عليها خاطر يمكن فما ناس ما يعرفوهاش. هي منظرها كيما براتيكمون كيما كعبه الطماطم. صحيح. مي سي ان ديسير شجرتها عاليه وزينه. يعطيك الصحه. وان فيت من داخل ما فيهاش قلب ولا حاجه كل شيء. جوست نحي البو. وتستعملوا الداخلاني يبدا كريمو كيما ما نعرفش كيفاش كيما بريسك تكستور نتاع الكيوي بريسك لا ميم تكستور فوالا. وهذا باش نقعدوا نخدموا كيما شوتني ولا كيما ان سيرو دونك باش نستعملوه هو باش نزاد كيف كيف باش نزيدوا فيه شويه سكر نتاع الزهر للديسير نتاعنا. يعطيك الصحه. تري بيان. فوالا. يعطيك الصحه ميرسي بوكو. دونك خليكم معنا من بعد نجيب حدا شيف مروان باش نشوفوا شنو التفاصيل نتاع لي روسيت كيفاش نطيبوهم اليوم. تو باش نستقبل ضيفي الاولاني قبل ما نستقبلوا لهنا في البلاتو باش نعملوا جوله خفيفه وسريعه على بعض المحطات وبعض الاعمال اللي قدمها هو ممثل غول نقول انا وصديق نحبه برشا ما نذكرلوش دور ولا عمل خدمه وما تميزش فيه وما تقلقش فيه. نحكي على الشادلي العرفاوي. جاب ترانزليت. شنو هي ترانزليت؟
شفت روح يرجب ترجم معناها انا نعرف تكلم بالعربيه القحة. كي تشوف هذا مازلت باش ترجع لهم الدقازات وتسالهم يا رقاص الساغي اللي جاب العصفور جاب منهم زوز واحده للبيه والاخر لله بيه حفصيه ديامونت وروبيل الله لا ينحيك علي يا سي شكير سيك سيك تحن في خبري قدام الرجال تحكيك شكرا وتنسي تشتع قدام يا تباع يا فتي ما وكي شدوني بعد ما انت كم بنت معاهم طلعت الصياغه الناقصه خاتم فص ديامونت يسوى 200 مليون يا بيش 200 مليون وينو الخاتم يا جغاني ورا خويا عندي والله والله انا وعدي والله يا جغاني والله والله شفت ايوميا شفت الفيران هذوما الكل قتلتهم انا الكل لازم الكل قتلتهم انت باهي انا نحب نمشي للكوجينة باش نقلك بعضهم كيفاش نعمل تبعت رساج تبعت رساج ورد بالك تعفس عليهم ورد بالي نعفس عليهم ونحط هذا في فمي توت سويت الله يبارك كل مرة تبعت لي قتلت التحق بيا دونك ضيفي اللي فرحانة برشا وأنه حاضر بحذينا الممثل والصديق شدي عرفي بي صباح خير صباح خير مرحبا بيك محلاها يعني لما ومحلاها استديو نهنيكم بالستديو والديزاين الحلو ياسر مشرة وباهي أنه نلقاو حاجة مشهرة على الصباح وي هكا شوية طاقة إيجابية أنا كي نقوم نحط راه ونتفرج الصباح التسعة هكا ندخل في الجو ونبدأ نهاري بشوية بشوية مرحبا بك سيدي أنت ولد القناة عاد ولد التاسعة أنا ولد القناة ولد نحن يعني زملاء أصدقاء يعني باهي شادلي هات نبداو بالموسم الثقافي خلينا نباركوا للمثقفين وللمسرحيين وللناس الكل على انطلاق الموسم الثقافي اللي سنة بدا بشكل مختلف ونجم نقولوا النجاح كان حليفه منذ البداية أي سنة قطب المسرح يعني نظم نقولوا نحن كل مهرجان هو متاع افتتاح الموسم الثقافي وكنا قبلنا نفتتحوا بمسرحيه ولا بزوز سنة عملنا يعني خمسة عروض وفيش وجمهور واهم العروض زاد افتتحنا وكان زاد اقبال كبير نتاع الجمهور لدرجه انه فما حتى ناس ما خلطتش ما لقاوش بلاصه قعدوا سنة اقبال جمهور كبير ياسر بريسك العروض الكل كومبلي من رسائل الحريه في قاعه مسرح الجهاد لصديقنا حافظ خليفه 700 شخص او اكثر يعني كانوا موجودين مسرحيه دون كيشوت زيدا فهمتني في قاعه مبدعين شبان مسرحيه علي اليحيوي سوق سوداء اللي هي انتاج مركز فنون دراميه بتطاوين كانت زيدا معبيه الساله وحضور المسرحيين انا اللي عجبني المسرحيين جات بيريود سقيهم مال ثقيله باش يمشي يتفرجوا فيها سنين وجوه المسرحيه الهامه من نقاد من مسرحيين يعني اسوا في البلاد كانوا موجودين انتاج زاد الورشات بافيون بي كان نهار السبت وزاد تو نجيوهم الورشات خلينا لا شاركوا الورشات نتاع عمناول انتاج اسمه بافيون بي والاختتام كان مسرحيه البجعات انتاج مركز يعني العرايس بالمدينه الاختيار نتاع المسرحيات هذوما كيفاش كان على انا اساس شادي مسرحيات حبيناهم جدد وفما فيهم بريميرات يعني اول عروض مثلا مسرحيه رسائل الحريه وزاد لاكاليتي بار انه جدد لاكاليتي مسرحيه رسائل الحريه يعني افتتحت مهرجان الحمامات وكانت في ثاني عروضها يعني بالمدينه حبيناها تفتتح زاد موسم الثقافي سوق سوداء كانت في ثاني عروضها عملت عرض في تطاوين في مركز فنون دراميه وبعد جت عنا وتوا هي في سلسله من العروض مسرحيه دون كيشوت كيف في ثاني عروضها مسرحيه البجعات اول عرض لها حبينا باش الجمهور يشوفوا عروض جديده مع انه فما برمجه على مستوى عام كامل يعني موسم كامل يعني مخططها قطب المسرح والبرنامج نتاعنا ان شاء الله ننشروه بالديتاي نتاعو من ناحيه العروض او الشراكات او الانتاجات. ظهر لي توا بعد هالفتره القصيره هذيا شادلي ما عادش نجموا نقولوا انه شنيا هي مدينه الثقافه وشنو هو الاضافه من مدينه الثقافه بالخدمه الموجوده في يعني في الاختصاصات الكل قاعدين نشوفوا قيمه المدينه هذيا ولو بلوس لا فالور اجوتي زاده اللي عملتها في الثقافه في تونس. انا كي تقول لي حصلت خمس سنوات
في تونس تقول لي شنو البلوس وشنو الايجابي، يقول لك كسرح مدينه الثقافه وي. هي ولت مزار المثقفين الكل والفنانين الكل والمسرحيين الكل والموسيقيين. وتعرف اللي اهم التظاهرات اللي صارت في تونس، يعني ايام كارتاج المسرحيه، ايام كارتاج السينمائيه، ايام كارتاج الموسيقيه، ايام كارتاج الخزف، ايام يعني برشا تظاهرات الاذاعه والتلفزيون، برشا تظاهرات كنا ما عندناش فضاء وي. يعني ايام كارتاج المسرحيه نعملوها يعني الافتتاح نتاعها ساعات في الكوليزي كي يصلحوا في المسرح البلدي، وكي يصلحوا المسرح البلدي نعملوا فيها ايام كارتاج السينمائيه. توا ما يعني ما مسرح الاوبرا اللي يهز 1800 شخص هو الملاذ للناس الكل، للناس الكل تقنيا، في من اهم التقنيين فهمتني، متدربين على اهم واحدث يعني التقنيات في الصوره في الديجيتال في الفيديو. فنيا زاد اهم العروض تجي للمدينه من تونس يعني من شمالها لجنوبها، زاروا المدينه ومازالوا يزوروا المدينه، واللي هي فضاء يلم المثقفين، اعطينا الابداع، اعطينا الفكره، اعطينا التعبير ويجا اعرض. وانه عينا ما نتكلموا نقولوا مثلا شبابنا ما يلقاش وين يمشي، ما يلقاش كيفاش يعدي الوقت الفراغ نتاعو، ما عندوش سوفيزامون ديسباس اللي باش يمشي فيه ويشوف كل ما هو انتاج ثقافي. اليوم هذا ما عادش نجموا نقولوها، على خاطر تمشي في اي نهار في اي موسم باش تلقى تدخل مدينة الثقافة باش تلقى عندك برشا حاجات تنجم تشوفها، كسوا مسرحيات، كسوا أفلام، كسوا معارض، معناها فما ديما فما عندك ما تشوف. مثلا الكوم يهبط كل جمعة البرنامج نتاعو، ومن بعد يختتم يهبط برنامج الشهر كامل، فهمتني؟ سواء في السينما أو في قطب الرقص والفنون يعني الرقص، قطب المسرح والفنون الدراميه والسينما، برمجه السينما كذلك وبرمجه يعني الفنون التشكيليه وفن العرايس زاد، خاطر ولوا مجمعين الناس كل تتقاطع مع بعضها، فهمتي؟ ابار التظاهرات القاره وابار التظاهرات اللي تجينا يعني في البرمجه، ابار انه الامكانيات نتاع الاعمال المزدوجه كي يبداو موجودين في نفس البلاصه، يعني تتولد برشا افكار وبرشا خدمه مع بعضها. حاجه واحده يمكن اليوم نجموا نحلموا بقطب كيما القطب هذايا نتاع مدينه الثقافه، خاطر احنا نحكيو على تونس الكبرى توا بالنسبه سورتو للرواد نتاع مدينه الثقافه، اما اسكو نجموا نحكيو على قطب اخر كيما هكا في الجنوب التونسي، في الشمال الغربي، في الوسط؟ والله نجموا نحلموا حلمه كيما هكا، نجموا نحلموا، علاش لا؟ انه مدينه الثقافه يعني في التصور نتاعها يعني الجمالي او حتى المعماري انها تتعمل مصغره في نقولوا نحن في اهم في الوسط وي. في الجنوب وفي الشمال، في الشمال. ما نقعدوش في المركزيه، ندخلوا في اللامركزيه، ما يعني من الاحلام زاد نتاع المثقفين في تونس كامله، مع انه مدينه الثقافه تشع على تونس كامله واهم العروض التي برمجت في مدينة الثقافة سواء مسرحية أو في الرقص أو في السينما أو يعني في الموسيقى جات من الجهات الكل واحتضنتهم مدينة الثقافة وهي مفتوحة يعني للعروض الكل. يعني أمانة نحلم أنه يكون فما قلب نابض في كل جهة، أي يعني حتينا معك من حق الجهات الكل، وأنه يكون الجهات عندهم سورتو الشباب نتاعهم وأولادهم كما توا من حق الجهات أنها كل جهة أو ولاية عندها مركز فنون درامية وركحية بريسك 24 مركز يعني يتكونوا، وهذه فما استراتيجية كاملة فهمتني اللي هو هام جدا، كما من حق زاد الجهات أو الأقطاب في تونس يعني الجهات في تونس أنها تكون عندها نموذج مصغر، وهذا نجموا نعملوه نحن توانسة ومدينة الثقافة كيف فما إرادة سياسية فهمتني، وكانت متروكة درا قداش من عام، وكانت فما إرادة سياسية أنها تتعمل تعملت وتأسست، يعني انا دخلت لها وخدمت مازالوا يبنيوا فيها. يعني وحده التصرف انا نشكرهم الناس اللي خدمت فيها وعلى راسهم سي محمد الجويني، يعني المجموعه اللي خدمت وسايرت فهمتني، انا كانت يعني شانتي ونحن والله ما صدقناها لو 20 مارس كيفاش تاسست وتعاملت مدينه الثقافه. باش نقعدوا مع ديزيكستريم من افتتاح الموسم الثقافي في قطب المسرح والفنون الركحيه بمدينه الثقافه، مازال بحذانا شاد اللي عارفاه، ومازلنا باش نحكيو على برشا حاجات، باش نحكيو على دون كيشوت، وباش نحكيو على مسلسل النوبه، باش نحكيو على اضحك معنا. خليكم برانشي هذه الويكاند على قناه التاسعه.
فوالا دونك كان هذا التيزر ولا ديز اكستري من الافتتاح نتاع الموسم الثقافي. شاد لي هيت نحكيو اكثر على الورشات اللي موجوده. الخدمه نتاع الورشات بدات من عم ناول، دونك نعملوا شويه ريكاب على عم ناول والسناك شنو كيفاش باش يكون البرنامج. ورشات تكوين قطب المسرح بدات عم ناول، حبينا زاد حلمه هي انه اولادنا يعني ولا لي زاماتور دو تياتر فهمتني يلقاو ملاذ زاده انهم انهم يتكونوا في المسرح. ابارتير دو كلاج فما عنا 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 ورشات للاطفال ونشوفوا في تساور هذا بروجي في يعني الاخر بتاع اخر العام خدموهم على المؤطره عباب الاطفال، وعنا الناشئه اللي هما لي زادو وعنا الكبار. عندنا الكبار من يعني عندنا طب مثلا يخدموا معنا، عندنا محامين، عندنا امراه عمرها مثلا في 60 سنه يعني قالت انا امنيتي كنت نحب نعمل المسرح وكذا ولكن ظروف العائله والدنيا وبعد عرست وسوت اولادي كبروا يعني في النوعيه هذه يجيونا فهمتني، واولادي كبروا تو تفرغت نحب نعمل الموهبه نتاعي. عم ناول بدينا مع اساتذه اكفاء. اي حد ينجم يقيد اي حد ينجم يقيد فما شروط معينه معناها شروط شنو يعملوا اوديسيون مع الاساتذه باش نشوفوه وين نجموا نهزوه، ما عندناش حد نقولوا له لا، نحن كلهم مقبولين ويواظبوا ويشدوا يعني في تعاليم الاساتذه بتاعهم. وفما تمشي يعني بيداغوجي، فما تمشي علمي يعني ليزيكزارسيس او لي تام اللي يخدموا عليهم فهمتني. وكان الاقبال باهي السنه. عم ناول اخر العام صار كي المهرجان ورشات التكوين سواء الاطفال او اللي زادو ولا الكبار، وشاركوا زاده في تظاهرات مثل بافيون بي، شاركوا في مختبر الورشات اللي تعمل في تبرقه وخذوا جوائز فهمتني. السنه دوزيام اني كان اقبال اكثر مع اساتذه زاده الاكفاء نتاعنا الاسعد بن عبد الله، سي فتحي العكاري، هيثم اللموشي في الناشئه، عبد القادر بن سعيد فهمتني، وفاة طبوبي في الاطفال، وعملت يعني دو بروجي هامين جدا. السنه زاد باش ندعموا يعني نقولوا نحن مع يعني خبرات اخرين مع الاساتذه ونحن في الاشراف الفني والمتابعه. وكان فما اقبال ياسر. السنه تحدي اكثر باش نزيدوا معناها ديجا يتكونوا في وسط العام الكل، ومن بعد عندهم اخر العام عندهم ويتم العرض نتاعهم. مش ان بروجي، اختتام الورشات. ورشات يعني البريزونتاسيون نتاعهم تتراوح بين 15 دقيقه 25 دقيقه باش يشوفوا البرفورمانس نتاعهم. اولياءهم يشوفوا ليفوليسيون نتاعهم زاده. اولياءهم يتفرجوا اولياءهم يجيو يتفرجوا صحابهم، نحن زاده نتفرجوا، الفنانين يجيو يتفرجوا. وكانت عم ناول يعني المنتوج كان هام جدا، وهو متنفس الورشات بالنسبه لي انا هو متنفس للتكوين والمتعه والمواطنه زاد، خاطر نحبوا نخلقوا يعني مواطن سوي يعرف، خاطر الفن يفتح المسرح ينفتح على على المجالات الكل وينفتح زاد على المواطنه فهمتني، ونخلقوا زاد المشاهدين وجمهور المدينه. وي خاطر ريتهم اللي في الورشات عندهم اكسيل ويعرف شنو البرمجة، عندهم اكسيل العروض الكل. الوليدات هذوما اللي نشوفوا فيهم عندهم اكسيل العروض الكل، يتفرجوا خير ما يمشي القهوه، خير ما يمشي البلاصه اخرى، ولا يعدي وقته كونكتي وكذا، اللي هي حاجه. نحن نهار لحد بالرغم نهار راحة معنا ورشات تكوين نهار لحد للأطفال نجيب الأطفال ونحضر أنا وكأنه كأن عملنا بيكنيك. حاجة ممتعة جدا، وإن شاء الله سنة باش نمشيو في ما خير وفي ما أكثر. راك تشوف وليداتنا ورات محليهم فهمتني قاعدين يتكونوا. سي بيان، باهي نشوفوا دي زيكستري زادة كيف من النشاط نتاع لي زاتولي هذوما، ومن بعد نرجعوا مع شادلي باش نحكيو على دون كيشوطة. قبل هذيك نعملوا طلع على الشيف مروان نشوفوه وين وصل في اللي غسل. نمشي معاك أنا ملاوين زعما وصل على الأقل نذوق. أنا من الناس اللي ندخل يدي في الطنجرة ونذوق. يلزمك تذوق وكان تعرفك القدمة اللي من الطنجرة تدخلها أبن قدمة ذيك هذيك خاصة تبدا مقرونة بالساز هي من زيت ما تبتش راه والحمد لله أيوة. بنت هكاك تحط قدمه بتاع بيبه وتنقع يسموها التنقيع. اقعدوا معنا راجعين يلا. Thank you.
العالم المسرح جينا للكوجينا شي شوف مروان وش اللي عارفه يلا بابا والله بنا وريحة اسمع ام غي شيف دوب ما طفل هنا بدا يسأل فيه في دي ديتاي ساعة شفتو معناها ظاهر مغروم بالكوجينة لا مغروم نطيب ندخل نطيب كي نبدا عامل بون كيف مش معناتها بالكيوف هكا بالكيوف مش كرفي معناها نتاع كل يوم يلزمك طيب لا ما نجمش كل يوم المدام والله ان شاء الله ربي يعاونها الحقيقة دوب صحة قايمة تنقل ويسب عندي مرتي طيب لي تحية لمرتي نسلموا عليها برشا برشا تحبك برشا عيشها سلم عليه وسلم عليك البنوته زاد اي أيوه نور تموت على نور حبيبتي مزيانه عايش قل شو الطيب احسن حاجه طيبها انت انا باهي في المقارن باهي في العجز في السلايت في التواجن نعمل بريك زاد نجم نعمل بريك باهي فهمتني يتعامل عليك في الكوجينه وشكاشك شكاشك فهمتني خاصه بالقديد تبدا شكشوكه بالقديد صحيحه فهمتني السوب لي سوب عند المدام تعرف تعمل بالقديد لي سوب اما دوب ما دخل ديريكت انت اسمع هو نسالك على اللازانيا كيفاش تعمل تشيح شويه راهو هذه تقول لنا سير اوبجيكتيفهم فات يلزمها تشيح باش من بعد هي اللي باش تشد باش تبدا استراتيجي انها يعني فما هدف صحيح كيفاش عملنا توا احنا شوف مروان فات كيفاش بديت حطيت البصل مع زبده شويه زيت زيتونه وحطيت البصل على نار هاديه يذبل من غير ما يعمل لون غير ما يحمر من بعد زيد يعطيك الصحه من بعد حاجتنا نزيدوا البولي يطيب معاه ملح وفلفل اكحل بيان سور نتاع المولا وباش نحطوه على جنب لهنا خذينا معدنوس ديما المعدنوس بعده على النار لو ماكسيموم خاطر سار ريان وقت تحطوه يطيب وما يتنحى صحيت حطينا المعدنوس جامبون وباش نزيد نقصوا معاه الفرماج والبولي والبصل هذوما كل باش تخلطوا مع بعضهم من بعد ومام طوم باش تطيبوا البطاطا كيف باش تقصهم كوب تو بديت نطيب في البات نتاع اللازانيا باش نصبطها في الماء بوندون 5 مينوت لا انا باش نسالك قداش معناها جوست 5 مينوت هكا هاو فوالا 5 مينوت تكون مازالت ما طابتش مليح باش تحمل من بعد الكويزون الدنتيلي 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 من بعد اللازانيا هذه باش نقصها باش ناخذ بورتو بيس ونقصها بالضبط على قد هذوما باش نعمل بابي سيلوفان بابي فيلم باش نحطه في وسطها باش من بعد يسهل جبدانها ونعاود نكملها في ركزوا معاها اليوم بالكدا على خاطر كومبليكي شويه الغوسيت فيها دي ديتاي اما باش تطلع حاجه ياسر مزيانه سورتو كل كعبه وحدها يعطيك الصحه كان جايين بحذاكم الضيف حاجه مزيانه بريزونتابل وللصغيرات زاده كيف يحبوا حاجه تبدا مزينه تبدا قريبا يهزوها غوتي زاده يهزوها يعني يفطروا بها يهزوها فطورهم ومن بعد بالنسبه للمول شنو يعمل جوست تحط استوس باش يلصق خاطر ديما عندنا الفيلم سوا زبده سوا طرف ماء تحطه في وسط الواحد وتحط البابيي فيلم البابيي فيلم بالهوميديتي ولا بالغرا ولا بالواحد يلبس البغوا هذا الكل داكو. من بعد فيها هي نبداو الفرشه الاولى باش نحطه اما سامحني ما تنجمش تعمل الشيء هذا الكل الا ما تبدا عندك الوعاء هذا الوعاء هذاك اي وعاء يعني اشريه الوعاء هذا موجود موجودين برشا تلقاوه في المجازنات وهو اللي باش يسهل لك الامور يعطيك الصحه وسينو فما بوكو دفار مراه اوفال سوا كاري سوا واحد تنجموا تعملوا فيه من بعد لوت كوتي بديت بالرومان الرومان ديما ننصحكم خاطر يتعب مالا كعبة رومين تبارك الله شادي رومين تبارك الله هذه يعيطوا لها السردوك يعيطوا لها سردوك ولا صحيح ماشي اما اللي تبدا حمراء برشا روماننا التونسي شو محلي مش اللي تبدا حمراء فسر له شنو هو السردوك شادي السردوك ليه تبدا هكا منقولبه ماهيش يعني معبيه بالكدا تبدا تنف مخصوص ويشرب مع بعض داكا وشوف روماننا التونسي محليه عفيف وتوا قاعد يكتسح فينا رومان احمر شوفوا احمر دم احمر غامق باهي ولا بنا لا مطعم من داخل قالوا لي من تركيا جاي صحيح صحيح خويا الرمان هذاك بتاع جابس وبتاع الشمال الغربي زاد على في تستور بنين برشا اللي ماهوش احمر اما حلو على الخرز لو يقتل شوفك الرمان حافظوا لنا عليه بالله وي ولا شاهدنا برك دونك غوسيتنا اون فيت مع الرمان شنو باش نعمل باش ناخذه وباش ناخذ منه شويه باش نعمل نستعمل الجو نتاعو باش نخلطه مع الكاكي مع الكريمه كريمه باش يبدا فما رابيل اللي هو فما ديما احنا شنو فات شنو نعملوا اذا تبدا فما اباري والا فارس نحاولوا لي زانغريديون اللي فيها نظهروهم من فوق باش انت تعرف شنو تاكل دونك باش ناخذوا الجو شويه نتاع الرومان باش نحلوا به الكاكي على خاطر الى توندونس يجي باتو هكا وكل شيء دونك هو اللي باش يولي يعمل السيرو ومن بعد باش ناخذوا الكريم كراميل باش نزيدوها جوست حليب وكله موجود على الباك والروسيت بالضبط 350 غرام دونك باش نحطوهم وجست اون فويت لو طون انا هي برد نخلطوا بها الرمان صحيح ومن فوق كي باش نصوبوها في الفيرين من فوق باش نزيدوا فوقها ان كولي بالكريمه والجو نتاع الرمان وباش نستعملوا موجوده توا الكريمه في وقتها في السكر هذا الشيء اللي ظهر لي
احنا مستنسين ديما بالسكر فاني. المره هذه عملونا السكر ريحته زهر. اوه مطعم زهر. اي مزهر يعني يعطيك صحه. اي اوكا كاتبينه سكر بنكهه الزهر اللي تري جديد هذا. اي صحيح نبدلوا بيه دوكا. نبدلوا المطعم تاع سكر فاني دونك حاجه منين ونتاعنا نتاعنا فوالا ليدونتيتي نتاعنا الزهر الناس كلها نستعملوه. باهي شيف مروان نخليك ملا تكمل الغوسيت نتاعك. احنا عايشك حاجات يعني رفيده اوريجينال شويه زيد يعطيك الصحة. عايشك صافي بلي يضرب لنا روحك باش نخلطوا على حاجة مزروب على الأقل يخلط عينيا تدل تدل ربي معاك. سيدي احنا باش نمشيو لدونكي شوت اللي هو العمل هذا من إخراجك وشفناه في الافتتاح نتاع الموسم الثقافي ونجم نقولوا أنه تو باش تبدا سلسلة العروض. أي إن شاء الله. هو وقت عملنا العرض اللي في المدينة في افتتاح الموسم الثقافي كانت من أوائل العروض نتاعها يعني ما تفرجوش فيها برشا من الناس. عملنا عرض لويت ماي وعملنا عرض في الحمامات في تظاهرة مسرح الأوبرا في الحمامات والعرض الثالث عملناه في المدينة. تو عندنا سلسلة من عروض عندنا مهرجان المسرح التونسي اللي في 24 ولاية باش نكونوا موجودين. كنا في الكيف مشينا الكيف وتو عندنا عرض ان شاء الله في دار الثقافة المرنقية ونحب ناكد على دار الثقافة المرنقية نهار 25 على الساعة 6 خاطر مناطق يعني محرومة من المسرح يلزمها يسللها المسرح. انا نحبث نعمل عروض في المرنقية في القصرين في عقارب في بلايس الوليدات يعني اللي ما عندهمش امكانيه باش هما يتنقلوا للمسرح حتى مناطق حدوديه غردي ما نحبوا نمشيوا للبلايص هذه يعني قطب المسرح كقطب يعني نحبوا نفتحوا بعروضنا غاديكا وان شاء الله نفرحوا الناس. نحكيوا على دونكي شوت من بعد شويه اما هيت نقعدوا مع دي زيكستري ومن بعد باش نحكيوا لكم على العمل المسرحي هذا من اخراج شيلي عرفاوي. مع ضيفنا شادلي العرفاوي. دونك شادلي كنا نشوفه في اكستريم من دونكي شوت. دونكي شوت اللي هو عمل عالمي تنزيله على الواقع التونسي كيفاش؟ علاقته بالواقع التونسي كيفاش؟ هو على روايه سارفانتس يعني روايه معروفه فهمتني عالميه واحد تترجى في مستوى الروايه وكذا. نحن حبينا نعملوا يعني اقتباس حر من خلال الأحداث وخاصة ركزنا على الشخصيتين دون كيشوت وسانشو اللي هما الشخصيات المحورية متاع الرواية وعملنا أدابتاسيون يعني تري مودير فهمتني على مستوى الفني والجمالي أو على مستوى النص والحوار. حبينا نجيبوا دون كيشوت لينا نحن يقربنا ونسقطوه على الواقع الموجود فهمتني. أولا دون كيشوت وسانشو ما جاوش على الحصان والحصان دون كيشوت الهزيل معروف او على الحمار فهمتني. جبناهم على دو في سباق دوم وبعد تشوفهم في ركبين دراجات يعني هوائيه نظرا للتوحيل الهوائيه وهذيك فما دي ميتافور كبار ياسر. وحبينا ننزلوا اهم الحوارات الموجوده على رجل الدين على القاضي على العدل على المساواه على الحريه على الحلم على الواقع فهمتني وكل جدلية اللي موجودة بين سانشو ودون كيشوت في ديكور تري مودرن. أنا حبيت نخدم على الانستالاسيون أكثر ما خدمت على السينوغرافي. الانستالاسيون فما الفيديو مابينج موجود فهمتني فما شخصيات تظهر في الفيديو مابينج فما فضاءات يعني على مستوى ترحال دون كيشوت وسانشو موجودين على الفيديو مابينج فهمتني. وتشوف انه الديكور محصور مسكر كاينها مكان يعني الاشغال ولا توقف هنا الحلم يعني صعيب ياسر خاطر حلم دون كيشوت وتعرف اللي الواقع نتاعنا دون كيشوتي والسياسيين نتاعنا دون كيشوتيين كما يقولوا فيها فهمتني. وحبيت نقربوا للواقع واكثريه نحن انتصرنا لسانشو
سانشو اللي يمثل الفلاح البسيط، اللي يمثل الواقع، اللي يمثل الشعب، اللي يمثل الحياة اليومية، هو اللي انتصر أنا بالنسبة لي أنا أكثر من أنه رحلة دون كيشوت ووهمه بالفروسية أو بالترحال أو بالمغامرات متاعه. الناس اللي تفرجوا فينا توا شادلي ويمكن مازالوا يخموا ولا مازالوا يقولوا، من عشان تقول لي إذا كان صحيح هذا مازال ولا مازلنا نعتبروا الأعمال الفنية المقتبسة من الروايات العالمية هي أعمال خاصة بالنخبة، ولا أي مواطن مهما كان مستواه العلمي أو مستواه الثقافي أو تكوينه أو خلفيته ينجم يحضر مثل هالعروض ويفهمها ويستمتع بها؟ أي أولاً النص هو باللغة العربية، تمثيل عبد القادر بن سعيد ومنصف العنجقي، فهمتني؟ والعربية السلسة اللي توصل لأي مواطن ومستوى يعني التلقي بتاعه، ينجم يلقى المستوى الأول كما يلقى المستوى الثاني كما يلقى المستوى الثالث. بسيطة الحكاية فهمتني، أدواتها قريبة برشا فهمتني، وخاصة لا سامبليسيتي يعني سي لا بوتي أكثر فهمتني، يلقى يعني صورة جميلة، يلقى أحداث، يلقى ممثلين على الركح يعني يقدموا في أداء طيب، يلقاوا لغة عربية وما أحوجنا توا للغة العربية يعني في المسرح متاعنا هامة جدا يعني. حتى الناشئة تنجم كي تسمع النص بالعربية وتشوف أداء الممثل تكروشي يعني تشد يعني تتشد من خلال العمل. وهذا توا بالنسبة لي أنا كنت ناجم نعمل مسرحية بالدارجة، وعملت فريدم هاوس وعملت لانجار وعملت ديزير وعملت برج لوسيف فهمتني، وأعمال برشا. أنا حبيت ندخل في تجارب أخرى أنك يعني تعالج المجتمع متاعك من خلال أعمال يعني وآثار أدبية عالمية، وتقول هاو النص يعني حديث، هاو النص يعني مودرن، هاو النص يعني صالح لكل مكان وزمان. السبل متاعك شكون؟ شرائح الكل يعني من الشباب للكهول للناس كل يعني، مسرحية ذي للناس كل ينجموا يلقاوا رواحهم فيها يعني. يعني مش نخباوية؟ لا ما هيش نخبة، مش معنى هو المسرح في حد ذاته يعني يزمو يفتتح يعني ينفتح على يعني على نوعية الجمهور الكل. هالتصنيفات غالطة أنا بالنسبة لي فهمتني، ما فماش مسرح نخبوي ولا مش فما نخبوي وشعبي جدا فهمتني، ولا شعبي بآليات النخبة ما فما حتى مشكل يعني، كي تلقى الجمهور مختلف يعني ويتفرج في المسرحية ويفهمها ويجي يتناقش معاك، وساعات يطرح لك حاجات انت ما خممش فيها يعني. مستوى التلقي بتاع المتفرج التونسي راه مستوى راقي راقي. نعرف اللي 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 يعني المسرح انت تقص تسكرتك وتمشي له فهمتني يعني، ما دام سمعت بعنوان دون كيشوت كما نراه او مسرحيه اخرى فهمتني وقصيت تسكرتك يعني انت متقبل ومستعد انك باش تمشي تتفرج، عارف روحك شنو قصيت باش تمشي يعني. باه هات نمشيو الحاجات اقرب يمكن لل للشعب وللمتلقي، حاجات اللي هي مش شعبويه ولكن عندها جماهيريه وشعبيه كبيره، ولعل مسلسل النوبه من الاعمال الدراميه في السنين الاخرانيه اللي اكتسحت ونجحت نجاح منقطع النظير، ولو انه انا كنت حاسه من فريق العمل الكل من قبل ما يبداو يصوروا، كي دوب ما بداو يصوروا قبل ما يتعرض المسلسل، حاسه فيهم اللي عارفين اللي هما باش ينجحوا، معناها بالنسبه لهم سي بريفيزيبل، عارفين وين لي زون اللي ماشيين لهم. انت كنت تصور بالدور نتاعك هذاك وانه باش تحقق النجاح الكبير هذا؟ والله انت اللي خليت العباد تكرهك على الاخر، اللي خليت العباد تحس بوجيعتك، اللي خليت العباد تتعاطف معاك، معناها عايشت الناس من خلال الدور هذايا برشا احاسيس زي ده شيء. انا كي قعدت مع عبد الحميد وحكي لي على الشخصيه واقترح علي يعني شخصيه برينجا، وبدا يحكي لي على تفاصيل الشخصيه وكالمفارقات اللي في وسط الشخصيه، كبشت يا اخي. فما ارضيه يعني الساس مبني بالكدا مبني بالصحيح، بعد تو نكملوا نبنيوه ونعملوا فينيسيون يعني في وسط في وسط التمارين، في وسط القراءة، في وسط كي تبدا تلوج على الكوستيم ولا على مكياج ولا ولا كالعلاقة مع الممثلين كي نتمرنوا، من غادي بدا تتخدم الامور وتحس لي زانغريديون يعني. الطباخ يعرف الطبخة 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 حلوة. خلي عاد اول نهار في تورناج او من اول لي سيكونس اللي بدات فهمتني سواء
أنا موجود فيها ولا مش موجود فيها، يعني تحس اللي ماشيين في ثنية ضد التيار ضد التيار بتاع نوعية المسلسلات اللي خدمناها، وزاد ليبوك اللي خدمنا عليه اللي هو ما تخدمش عليه وهو يعتبر من التاريخ الحديث القريب، يعني 19 سنة 5 سنة اللي توت جينيراسيون زاد عشنا نوستالجيك من برشا على الفترة هذيك، قعدنا نذكروا غيان كو دي ديتاي معناها نتاع اللبسة نتاع الديزني نتاع اللوك نتاع حتى البلايص، يعني كي تذكر بلايس معينة وكذا، وزيد الممثلين والسيناريو كان محبوك سيناريو تكتب كتابة سينمائية سيناريو وشخصياته كلاسيكية اللي تحمل يعني مفارقة وتحمل وجيعة وتحمل كاترسيس بعد تطهر الشخصيات، فهمتني؟ سواء خيرة أو شير شريرة، ما تلقاش شخصية خيرة 100% ما تلقاش شخصية شريرة 100% تتعاطف معاها، واللمة متاع الممثلين كاستينج كويس، ومايسترو عبد الحميد اللي أبرز وجوده من خلال فيلم يعني داشرة ولا وليكور ميتراج أو خدمته في هذوكم، يعني الراجل متمكن من آلياته، فهمتني؟ وكانت لمة حلوة ياسر وجمعتنا يعني اللمة والصدق والمحبة خلت العمل ينجح ويوصل للجمهور، وإن شاء الله إن شاء الله أنا نصب إن شاء الله فما جزء ثاني؟ إن شاء الله فما جزء ثاني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني يكون الانطلاقة. أنا نرى أنه الانطلاقة توا كاين عملنا انستالاسيون لبيرسوناج والأحداث، لكن الأحداث مازالت خاطر ليبوك هذيك فيها برشا أحداث، والشخصيات مازالت تحمل برشا تشنجات وصراعات مع روحها ولا مع الشخصيات الأخرى، ما توفاش الصراعات مادام فما حياة للشخصية أو حياة للشخص في حد ذاته، الصراعات موجودة وليكورب يعني بتاع لي بيرسوناج موجودين. تنجم تعتبر وانه دورك في النوبه هذيا برينغا الشخصيه هذيا ودورك في بوليس هما اهم الادوار بالنسبه لك انت، من اهم الادوار في التلفزه نحكي على التلفزه من اهم الادوار، دوري في بوليس الجب اللي هو ديكالي بيرسوناج كوميك، فهمتني؟ مع لما كوميك مع مجدي ولطفي وكمال التويتي وريم بالمسعود، يعني لما حلوه ياسر اللي هي زاد لما الكاستينج قوي والتريزه نتاع مجدي زاد قويه والسيناريو والصوره وكل شيء. انا محظوظ اني خدمت مع مجدي وعبد الحميد بوشناق ما يشبوش لبعضهم، مع مخرجين زاد همين مع زاد الاسعد الوسلاتي في امبيلانس، يعني هذوما الشخصيات الهامين اللي خدمت عليهم انا، فهمتني؟ وما شابوش لبعض هو باهي انا وما شابوش، وعندي شخصيات هامه زاد خدمتها في السينما باسترد ومع مع نجيب القاضي، او دوري في زاد في فيلم كوثر بن هنية على كف عفريت، دور هام جدا فهمتني، ومن اصعب الادوار اللي خدمتها، ومشينا به لكان وخذا برشا يعني جوائز لبرا وكان عنده وقع كبير ياسر. صحيح، لا انا جيت حبيت نركز وانه الدراما سنة خلينا نقولوا وانه عوده الدراما التونسيه بقوه بصراحه ومصالحه كبيره مع الجمهور التونسي اللي بدا في السنين الاخرى يمشي ما يعني جاتنا كل الفتره نتاع هم مركزين مع الدراما المصريه السوريه التركية، دونك مشينا للتركية تورجعنا للدراما التونسية ولقينا الشوا زيدا في الدراما التونسية، مش تلقى مسلسل واحد الناس كل تفرج فيه وكهو، لقينا برشا أعمال وناجحة اي سيغتو كل واحدة ستيلها وكل واحدة الجونغ نتاعها والقماش نتاعها. سنة متميزة ياسر الدراما التونسية وإن شاء الله تقعد في التميز هذا، يعني سنة مثلا رمضان سنة يعني تحدي اكثر من عمنا، لازمك تقعد في المستوى ذاك ولا تزيد تطلع على البارة. والمخرجين اللي خدموا مخرجين هامين ياسر، المايسترو الاسعد وسلاتي شورب مديح بالعيد احسن مجدي السميري في القضية، حسب رايي انا وعطينا فرصة الاسماء اخرى الرؤية اخرى الجينيراسيون جديدة فوالا وهاو شنو قدموا لنا، وشفنا وانه كي نخرجوا على المعتاد وعلى المالوف ونجيبوا فكره جديده وتصور جديد الجمهور يمشي معك. انا زاد اللي عجبني ابار المخرجين وتميز المخرجين السيناريوهات كانت قويه ياسر، وزاد حضور الممثل التونسي
ممثلين كانوا متميزين في الاعمال الكل، حتى في اللي سيت كوم ولا او في الاعمال الاخرى كانوا متميزين، ووراو اللي عندنا ترسانه هامه من الممثلين، اعطيه سيناريو باهي ومخرج باهي يفجر طاقاته فيهم. خاطر جاتنا ازمه نتاع سيناريو الفتره في تونس، ازمه كبيره نتاع سيناريو، ومازالت الازمه راهو غير بركه، فما ناس فلتت عملت يعني سيناريوهات هامه. السنة قلت لك التحدي الكبير، يا نقعدوا نواصلوا وان شاء الله نواصلوا في الشيء هذا، يا نتيحوا شوي وماذا بينا نواصلوا في الشيء هذا. وي شادي العرفاوي زيدا زميل اذاعي تبارك الله، مسرح سينما تلفزه، مانيش زميل اذاعي، انتم كرونيكور، عندك انتم الناس المؤسسين، انا نتعلم من الاذاعيين يعني الناس اللي خدمتها الاصل، نحن نجيو نفوحوا نعملوا جو معاكم يعني. انا بدي انا نحس روحي ضيف راهو كي نمشي لراسين كاري، كي تشوف انت المذيعين يعني الناس اللي خدمت الخدمه هذه وعندها باك جراوند وعندها تاريخ وراها، نتعلموا منهم، مش معناتها اني فونكسيون تاعي نحن يعني. لا مش تواضع، هذه حقيقه، نتعلموا منهم، نخلقوا شبكه علاقات، نحاولوا نطوروا معاهم يعني، هذه هي فهمتني، وفرحان بها كتجربه. فوالا، اما انا حسيتك في تجربتك الاذاعيه معناها تيسيب القات في قداش من موسم في نفس البرنامج في دل البرنامج هذاك، وقت اللي نعرف وانه شاد لي يجيوك عروض من اذاعات اخرين وفي برامج اخرى، ولكن ما جددتش، ما حبيتش في دل البرنامج هذاك، قعدت في البرنامج هذا بالذات، علاش الاختيار نتاع النوعيه هذه؟ اي انا قعدت بعيده على شادي العرفاوي الكرونيكور في التلفزه في اضحك معنا. انا راني مانيش بروفيسيونيل يعني، كل مره باش نمشي البرنامج وكذا، أنا شيخ على اللمة ذيك ونوعية البرنامج هذاك اللي هو يجمع ما بين المتعة والمعرفة، وعنده يعني جمهور كبير ياسر، سواء مع التأسيس مع سامي بنور وقتها، وبعد جاي حسن وتورج راسين كاري، نحكيو على برنامج راسين كاري اللي موجود على اي اف ام، واللي بدا مع سامي بنور، خدم موسم زميلنا حسن هميلي وتورج، خدم زوز مواسم ولا ثلاثة حسن وتورج سامي بنور، وسناء لما لمت المخضرمين القدم حاتم الحاج اللي بداوا تجربه من تجربه جميله الشيحي نس بن مالك عبد الستار عمامو وسناء معنا لطيفه حسني ومعنا غازي العيادي ونبعث تحيه الناس اللي خدمت في راسين كاري اصدقائنا، وانت زاده كنت موجوده معنا، كنت معاكم وعدينا شهر رمضان يعني حلو ياسر فهمتني، شقوا وفطرنا في الثنيه لما فامي، تحس روحك في فامي. انا من راس اني ما السحر الاذاعه راهو تولي دوده الحكايه، انا كي نحب نرتاح بمحبه نمشي من الاربعه للسبعه غاديك نقابل الاصدقاء، محلاهم الناس اللي موجودين في افهم، والله لا فيها بعد مادي لا حد شيء، وانت تعرف لما تحس روحك سولاجي تلقى عباد تسمع الاخبار جديده كذا تتفاعل، وبعد تعمل جو مع الميكرو والكاسك تبدا شيخ على روحك. اما شي اللي عارفيني اللي في راسين كريم واش هو بيدو، شي اللي عارفيني اللي في اضحك معنا دونك على قناة التاسعة مع زميلنا نوفل الورداني، واللي ان شاء الله العودة باش تكون قريبة جدا يعني اخر اسبوع في اكتوبر، قاعدين نحضروا في ديكور كبير وجميل ياسر، فقرات جديدة، ديكرونيكور فما جدد وفما فهمتني القدم، زاد هذيك نوتر فامي، انا لقيت روحي في اضحك معنا في ساعة تأقلمت مع في الجو اي في ساعة خاطر هما يسهلوا لك انك تأقلم معاهم، وخاصة يعني المجموعة اللي تخدم اجور كل يوم وعلى راسهم نوفل، تلقى روحك تعرفهم من قبل بالرغم ان هما اصدقائي يعني نعرفهم فهمتني، تتعامل يسهلوا لك فهمتني، صدق حلوي نعيم الجاني، صدق حلوي نعيم الجاني مع زاد شو اسمها لبنى الزديري صديقنا، يعني الناس اللي جمعوكم زاد اعمال قبل مع بعضكم جمعونا خدمنا مع بعضنا في 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 مسلسلات وفي واحد وخدمنا توا التجربه هذه هامه جدا، وفما جو فما جو فما ديفيرتيسمون فما زاد البعد الانساني زاد خاطر ماهي 100% ديفيرتيسمون تلقى البعد الانساني، فما ديكا يعني عاونتهم اضحك معنا يعني هامين جدا، وانا اللي هي هذه تولت توندونس في البرامج اي بديناها نحن عملناها راهو بديناها عملناها فيها الجانب الانساني، الجانب الانساني هام جدا راهو، والجانب زاد التوعوي هام جدا، والجانب زاد الساتيري بتاع الضحك وتفرهيد ونحن زاد هام جدا بكل صراحه ونعرفك صريح.
كيفاش تتعامل انت شادي عرفاوي احيانا مع مجموعه كامله اللي تصير من الحملات نتاع السب ونتاع الشتم اللي نعرفوها، تبدا سيبلي البرنامج معين ولا المنشط معين ولا القناه معينه، انت كيفاش تتعامل معاهم هذوما؟ اسكو تدخل في جدال؟ اسكو تجاوب؟ اسكو تتاثر نفسيتك؟ تتاثر تتقلق ولا كيفاش؟ بلي كان واقف قدامك الفيترينه نتاع مكتبه الكتاب بشارع بشارع حبيب بورقيبه، فما كتاب اسمه فن اللامبالاه، باش نرجع نشريه هنا باش نقراه. فن اللامبالاه، فن اللامبالاه تعرف انا بالنسبه لي انا المغزى انك ما تعطيش اهميه للشيء هذا وتكمل تشتغل. يعني تشتغل، عندك هدف تحب توصل له، تشتغل مع المجموعة اللي معاك، ترموا يعني الجهود، تجدوا. لكن أحيانا شاد لي زادة احنا نتطوروا ونكبروا ونتحسنوا. فما النقد البناء، بالنقد زادة، فما نقد، مش معناتها أي واحد ينقدك يعني يسب فيك، لا، فرق بعيد بين السبان وفرق بعيد بين النقد. النقد اللي يطور، أنا نقعد نسمعك عام كامل ما عندي حتى مشكل، بالعكس هذا حتى في مجالنا في المسرح او في السينما او في ادائك، يقول لك كانت تنقصك، هو المخرج كي يبدا يتفرج فيك في المونيتور يجي يعطيك ديريكسيون، يقول لك كانت تنقص من هذيه ولا اغزر هكا ولا كذا ولا هذيه تعطيها لي يعني الصوت لوطه خافت خير، هذيك هو اللي حاشتنا به نحن، مش حاشتنا نحن بالسبان، السبان ما عنده وين يوصل، السبان انا يزيد يعطيني عزيمه اني نزيد نخدم ونطور من روحي ونزيد نواصل. خاطر تنجم السبان يعني تسكر الباب عليه ولا الشباك تسكر تاع السبان، كان بالعمل والاجتهاد والنجاح فقط. المنافسة باهي، المنافسة اللي معروفة يعني ما بين زوز برامج يتبثوا في نفس المنافسة. النهار زوز على زوز قنوات. أنا مع المنافسة، المنافسة هي اللي تخليك تخدم وتجتهد وتطور وما تقعدش تصور ما عندكش منافسة. تتفرج مطلع على المنافس، تشوف شنو خدمه، تطلع شنو تشوف تعرف. فهمتني؟ باش انت تصور انت ما عندكش منافس، كيفاش باش تطور؟ تجري وحدك، تجري وحدك كيما برشا احزاب يجري وحدهم. كي ما عندكش منافس وما عندكش معارض كيفاش باش تطور من روحك؟ حكايه فارغه هذيك، السيره هذيك الجدليه. فهمتني؟ في كل البرامج، في كل المحطات الثقافيه او الفنيه لازمك. خليني نختم معاك شادلي، بما انه احنا اليوم لافي نتاع الانتخابات، دونك مي بون فما صمت، ما نجموش برشا حاجات من تغطيس وفكر. هو المره هذه في ساعه نحر او كيلكو جوغ في ساعه نحر، انا تهرى من تغطيس فكر الاحبار الازرق. فما ما نجموش نسميه وما نجموش نحكيه، ولكن بصفه عامه نحب نسالك على في الفتره اللي تعديت هذه كل، هل كان دور المثقف والفنان كافي لتوعية الناس، لمساندة الناس، يمكن حبش أقول باش يطلع الناس، ولكن حتى يفتح عينيهم ويفتح أفكارهم على برشا حقائق وإلا لا؟ شنو دور المثقف في الحملات الانتخابية؟ أنت مش في الحملة مباشرة، مش باش يمشي يخدم حملة مباشرة، لا لا، ولكن مثلا في البريود هذا، في الموسم في الموسم خلينا، حسيت برشا مو موسم هذا، عندنا ثلاثة شهور في الموسم هذا، نحن حسيتوا أنه برشا مثقف راهو يخدم، مثقف مستقيل من المجال السياسي، ماهوش مستقيل، مثقف يخدم في حقله الثقافي عام العام على طوله، سواء البانتر ولا المسرحي أو السينمائي اللي سواء يعمل فيكسيون ولا الوثائقي أو الإذاعي أو الإعلامي، يخدم على العام كامل، ينقد في المجتمع، يحل في المشاكل متاع المجتمع، يبعث في رسائل تنبيه أو رسائل تنبؤية للمجتمع، يحط في صبعه على النون دي، هذه مسيرة المثقف العضوي أنا نشوف فيها. المثقف التقليدي هو اللي تلقاه في يفيق وقت فما حملات أو كذا، وهذايا ما في بالك اللي المثقف أقوى من السياسي، والمثقف ما يعملش السياسة اللي قاعد يصير، يعمل في السياسي في حقله الثقافي في 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 في, في, في يعني في المجال نتاعه، وهو بطبيعته حزب، كأنه حزب يعني كأنه فهمتني حزب ملغم، تنجم كشاف، تنجم تكشف فيه مشاكل المجتمع، وقداش من أعمال مسرحية تنبأت
بكوارث يعني على مستوى الاجتماعي أو السياسي يعني فهمتني في تونس أو خارج تونس يعني الفنان الفنان هو يجب يكون الرقيب نتاع المجتمع نتاعو قائم بدوره رغم المشاكل ورغم العراقيل ورغم البنية التحتية ورغم كذا قاعد يقوم في دوره على على كل المجالات سؤالي لكن لكن يزمو يزيد يثابر وما ينخرطش أنا ما نحبوش ينخرط السياسي اليوم والأحزاب السياسية اللي شفناها الكل أعطاوا اهتمام اللي يلزم للمجال الثقافي في مشاريعهم في برامجهم في خدمتهم في اللي قدموه في الكلمة سمعوا خذوا أعطاوا مع المثقفين يضحكوني يقولوا حزب الفلان الفلتيني ما عندوش برنامج ثقافي هندراء رئيس الحزب اللي كل يوم في اجتماع وما بين الاجتماع والاجتماع في اجتماع آخر فهمتني عنده دراية بالثقافة المثقف هو اللي يعطي برنامجه الثقافي هو اللي يطرح المثقف هو يقترحها على السياسيين يقترح لي على وزارة الثقافة مانيش نقترح أنا على حزب نقوله نحب نخدم مسرحية نوتندون غودو ولا باش نخدم مسرحية ملحمد قلقامش ولا كذا نقترحش على السياسي هو لا يفقه اغلب السياسيين ما يمشوش يتفرجوا في المسرح ما يعرفوش السينما هو قالك تفرج في, 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 في السينما المصريه ولا السينما الامريكيه ما يعرفوش اهم الانتاجات المسرحيه ما يعرفوش رجالات المسرح خلف وزاره الثقافه خاطر هي الجدال معها هي ومع الوزير ولا مع رئيس الديوان او مع اداره المسرح او اداره السينما هما اللي يعرفونا ويعرفوا انتاجاتنا فهمتني ويعرفوا مشاكلنا ويعرفوا كذا لكن السياسي انا ما نشوفوش ما ريتش السياسيين خلف البعض القليل وساعات يمشي البعض القليل باش يعمل يبدا في حملته الانتخابيه ولا يحضر فيها فهمتني باش يصوروه في الصفوف الاولى سواء في الافتتاح ايام كارتاج المسرحيه او السينمائيه تلقاهم النواب هذوكم اللي عمرهم ما شفتهم في مسرحيه وبعد ما تشوفهمش باش تاخذهم عدسات السينما عدسات التلفزيون بعد ما تشوفهمش في مسرحيه في مدينه الثقافه او في المسرح البلدي او في الكاتريامار خلف البعض الاصدقاء اللي محبين للمسرح والسينما من قبل هما بيدهم حتى الارضيه نتاع حزابهم ثقافيه اصلا فهمتني انا الرام الفنان ما ينتظرش من السياسي لازم السياسي يهبط هو اللي ينخرط ويقص تسكره ويجي يتفرج وكان حتى ما قصش تسكره وما جاش يتفرج بلاش بيه ما عندنا حتى مشكله نحن نخدموا المجتمع نخدموا الجمهور نوعيوا الجمهور اذا كان فماش اراده سياسيه اذا كان اليوم يجيك انت في الحكم شكون ما يؤمنش بالثقافه اشكال كبير ياسر اشكال كبير ياسر نقول لك اراده سياسيه لازم تكون في الموقع الكبير ديجا في رئاسه الحكومه ماهوش في في, في 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 يعني في في رئاسه الاحزاب لازم يكون اراده سياسيه كبيره للمجال الثقافي تو هاي تزادت الميزانيه وان شاء الله تتحقق على الواقع فهمتني ويلزم يواصلوا الناس اللي زادت في الميزانيه يوصلوها لبر الامان قد طارش عليها حكومه جديده شنو اللي يصير فيها يعني دار تغزل الثقافه كامن قومي خاطر الثقافه زاد امن قومي كيما الغذاء والاقتصاد والصناعه وعلاقتنا بالخارج امن قومي خاطر ما تحارب الارهاب والعقول المظلمه والمنغلقه كيما الثقافه يخافوا منها الثقافه خافوا منها الثقافة برشا راه خاطر ثقافة تتعامل مع الأجساد والأفكار والمادة الشخمة وتنجم تطبع يعني وتلين الثقافي ويلقى روحه وأنا هاني شوف فيهم في الورشات تنجم تخرج منه نفس الطفل ولا نفس الطفلة تنجم تخرج منه إرهابي كي تشد في استقطاب معين كيما تنجم تخرج منه مثقف ورجل ثقافة ومواطن صالح بالضبط هذه العركة مش كان بالرصاص صحيح الجنود بتاعنا ملاقين صدوراتهم للكرتوش ويدافعوا على الوطن حتى العمل الثقافي هام جدا في المناطق هذيك ويزم فما استراتيجية في الشيء هذا فهمتني باش تخدم نحن نخدموا للجيل الجديد اللي عمرهم 5 سنين وستة سنين وسبعة سنين وخمستاش وستاش الكبار توا نحن واعيين ونعرفوا كذا هذا من نجموا نخدموا هذا الأمن الثقافي يلزم فما سياسه ثقافيه هامه تدافع على الثقافه. ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا هذايا في الجديد شادلي سعدت برشا باستضافتك الحديث معك ما يوفيش
نفرح كل مره كي نلتقي معك في اي حوار اعلامي شادلي، لانه كيما نجموا نذومروا ونفدلكوا ونحكيوا كيما زاد نمشيوا في الاعماق ونلقى امامي مثقف ومحنك وانسان سورتو حاسس على بلاده وعلى واقع بلاده وعلى الثقافه في بلاده، وهذا مهم برشا. هذا واجبنا، يلزمنا نعملوا هذا مادام عندنا وسائل اعلام وعندنا برامج، يلزم نبثوا ديما الامل ومحبة الوطن، فهمتني، وحب البلاد هذية، وندافع عليها بكل وسائلنا، فهمتني، وما نخلوهاش يعني ياخذها الغرباء زيادة. ان شاء الله غرباء، فما الغريب وهو معاك في وسط البلاد، يعني كيف كيف ان شاء الله. يعطيك الصحة. ما عجبتني محنك خاطر عندي لحناك انا وين كيف كيف يا ذايرة مش بعد على بعضنا. دونك شاد اللي نستناوك في اضحك معنا على قريب. حبيت نشكر ما بيناتنا الناس اللي تخدم في قطب المسرح، زملائي الكل، فهمني، جميله الشيحي، فارس، لطفي ناجح، سامي النصري اللي هو مدير القطب، لما الكل، يعني ان شاء الله ما ننساش سامي مروه، كلهم اللي يخدموا ومراوهمش يخدموا، لا يخدموا ناس تخدم تثابر، يعطيهم الصحه، وسنه ان شاء الله باش نعملوا موسم متميز في قطب المسرح على كل يعني الواجهات، وتنجيوك تنجيوك خاطر عندنا مازال تظاهرات اخرى. مرحبا، احنا معاكم ان شاء الله. مازال تظاهره مسرح المدينه في اليوم العالمي للمسرح، مازال تظاهره يعني مراكز الفنون الدراميه في المدينه زاده، عندنا برشا تظاهرات، برشا تظاهرات. وهوني مره اخرى ندعو الناس الكل اللي قاعدين يتفرجوا فينا والشباب والناس الكل، ادخلوا على صفحه مدينه الثقافه، تابعوا ليزاكتيفيتي اللي موجودين، برشا عروض مسرحيه سينمائية، رقص، فنون تشكيلية، كل شيء تلقاوها راهو. مدينة الثقافة تزخر بالحق، تزخر، برمجة غنية برشا، ما تحرموش رواحكم وبروفيتين توما مادامكم موجودين. فما السيت بتاع مدينة الثقافة تلقاو فيه البرمجة يعني الأسبوعية وحتى اليومية، ونجم تاخذ برمجه شهريه خاطر الناس تخدم يعني الى جانب زاده كيف كيف فما كتيب كل عام يخرج جاي قبل حتى الكتيب، نجم تسبق الكتيب تلقى كل شيء في السيت بتاع يعني مدينه الثقافه. ميرسي بوكو. باش نبدلوا جو، باش نمشيو للموزيكا، باش نعملوا استراحه مع تيزور الاغنيه اليوم تلقاوها على الشين يوتيوب نتاع حسن عماره، دونك شوفوها لاول مره معنا في برنامج الويكاند على قناه 9 وراجعين. Quiero del amor, mi corazón perdido siente, mi corazón perdido siente. I love you, je t'aime, نحبك يا شرع الله، بحبك تغبرني نبغيك أنا والله.